أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نزلت ببعض الناس مصيبة، يقول بعض الناس فلان مسكين ما يستاهل، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز الكلام، هذا ما يستاهل، ما يستحق هذا، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، هذا اعتراض على قدر الله وقضاء الله، أعلم منك وأعلم بما يناسب. وأن تقول فلان طيب وفلان ولا يستحق أنه يصاب، الله أعلم منك وأحكم، ربما أن مصيبته أحسن له وآجر له، الله يعلم ما يصلح عباده. نعم.